رئيس اللجنه الدائمه للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشانغ دي جانغ وصل يوم الثلاثاء الى هونغ كونغ لحضور قمه الحزام والطريق اولى تصريحاته تناولت مساله علاقه هذه المنطقه الاداريه ذات الحكم الخاص بالحكومه المركزيه في بكين ساستمع لاقتراحات ومطالب جميع قطاعات المجتمع وذلك عبر تطبيق مبدا دولة واحده ونظامين الحكم الذاتي يعطي لهونغ كونغ درجه عاليه من الاستقلاليه مع تنفيذ القانون الاساسي كيف يمكن تطوير العلاقات بين الصين وهونغ كونغ انها الزيارات الرسميه الاولى لمسؤول صيني كبير في الحزب الشيوعي الى هونغ كونغ منذ الاحتجاجات التي شهدتها عام 2014 والتي كانت تطالب بحريه انتخاب رئيس جديد لهذه المنطقه الاداريه الخاصه دون تدخل الحكومه المركزيه وقد دعا بعض المتظاهرين بالاستقلال كليا عن الصين.